في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمراراً للدور المنوط بكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 40 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3269 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 44 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,412 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,322 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2,700 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط ما يزيد على 38 طن أقماح في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية، وكذلك ضبط 4,226 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت ما يزيد على 7 طن، كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 610.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,544 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 640.5 طن، كما تم ضبط 193 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 392 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط 49 طن في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 991,439 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 279,935 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,059 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 206 سائقا منهم، كما تم المرور على 49 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 165 من سائقي حافلات المدارس تبين سلبيتهم جميعا، كما تم فحص 173 مركبة وتبين عدم مطابقة 9 مركبات لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 335 سيارة و59 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 18,956 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,163 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,442 مخالفة الأجهزة الضوئية
وضبط 3882 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 3976 مخالفة ملصقات، وضبط 41 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1897 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83241 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 69,905,811 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 292 قضية، من بينها 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و154 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 39 قضية بقيمة مالية بلغت 110,479,018 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1722 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,654,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,105,009 جنيهات.